والله شلايتنا ابن عن جد، صارنا تقريبا الاف السنين اجداد اجدادنا كانوا يشتغلون. والله هي المهنه ان شاء الله ما تنقطعيه، بس كثره الغاز والفران والعالم ما قامت تقفز للتنور. مخبز الطين به نكهه خاصه والناس ترغبه لانه خبزاته تطلع اطيب من تنور الحديد او تنور الستيل. شغله الغاز ما مرغوبه نهائيا، تنور الطين احلى واجمل.